مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا في سيفوت على كارتاج بلوز. واصلوا معاكم الحصة. أحسن لون يحبوا سيريزا، بليش نو أحسن لون تحبوا سيريزا هكا يفرهدك ونقول وإحنا يفتح لك آفاق وآمال ويحسك هكا يخليك في إحساس آخر، عالم آخر. الأخضر ولا هذاك علاش احنا عبيد خضار الدنيا هنا ليه لا وخضر ان شاء الله قدامك وراك يا سيري. ايوه مصبط شو اخضر حتى الوحده نتاع السيفوت كل شيء في الاخضر كل شيء في الاخضر ديجا الفلاتون تاعنا كل اخضر على خاطر بحضنا يشرفنا ويتنورنا ديما شركه فيرست ديليفري اول شركه نتاع توصيل في تونس يا سيري. اول شركه نمبر 1 نمبر 1 في تونس. اي واحد عنده دونك الاي كوميرس بروجي، اي واحد عنده بروجي كوميرس نجم كان يتعامل مع شكون كان مع فرد اللي بري ما عنده كان الخيار هذا اللي نجم يقدم به القدام ويعمل به كان مع كان الباهي والشيخ به سرعته توصله في 24 ساعة فقط. هذاك علاش الأمور كل منظمة تهز تاخذ في وقتك 24 ساعة ما فدلكوش. وعلى تونس كامله هنا مش نحكيو على كان منطقه واحده، على تونس كامله تبعت سلعتك اليوم من بنزرت غدوه تلقاها في بنقدان، يعني ممكن حتى ابعد من بنقدان من اول نقطه لاخر نقطه 24 ساعه فقط مين تلقى الامور بتاعك واضحه توصل. هاو جايك خلي عنده ما يقول لي هو دقيقه بربي سؤال ليك انت صاحب الشركه هذه ساعه الكراهب الخضر انتم فيهم في تونس وين تمشي تلقى الكراهب الخضر ومع بي نقول لك ان شاء الله خضره قدامك وراك هذا ما يكون اما قروي جي اس كا اخضر وابيض ولا حمل انف لا لا هذه تونس الخضراء خاطر تونس كامله وتونس كامله خضراء ما كنا احنا نقولوا لا انا شفت الكرهبه هكا وفيها الاخضر صحيح اما قلت ممكن امام لي فوق ولا انت من قروان انت زعما قروي انت خاطر بحدك كمين حب يشد في جي اس كا لا ولا بارتو اكيد نحبوها خضراء مش في القروان هكا يا ولدي يا ولدي وين تمشي تلقاهم الكرهب الخضر هذوما اي هو والله صحيح سي رضا ديجا حتى تو في سوسه بارتو تراهم كي العجاجه تبارك الله مساند الرسمي لعائلتي الحقيقه مفرتي أيوة. ديما تتعامل سيرتو كي حاجه صغيره جينا لامين وطلع المساند الرسمي نتاعي اصحابي الحقيقه نتاع انا وصيهم عليا نهار كلهم قالوا امين عندك عندك كولي جايك الحقيقه تبارك الله عليهم والله محترمين برشا ويوسعوا في بالهم برشا معايا خاطر ديما حتى وقت اللي ما يتحصلوش عليك يعاودوا يرجعوا لك 24 ساعة مرق على تونس كاملة وسيريزها وقال لك فرتو يعرضوا فيه سيريزها من الناس اللي يبعث الكوليات ديما أمور واضحة يوصلوا في وقتهم ويجيوا في وقتهم. أنا مرة جربتهم بصراحة يعني خدمة كبيرة يخدموا فيها أما أوصيهم علي عايشك يعني خاطر هما يمشيوا عليه ويجيوا ديما عليه قال لك حتى المدام تطلب المدام تاعك تطلب كلهم زادان عندي مدام ما خلينا نوصيهم ديريكتومون بالله فور ديليفري معاملة خاصة وهي معاملتكم تعمل 66 كيف بالله زيدوا شويه لسيري ذا خاطر هاك يحب على وصايا عندك على الوسط تحيه الفيرست ديليفري اول شركه توصيل في تونس على تونس كامله توصلكم في 24 ساعه فقط. خلينا نرجعوا للكوره نحكيو على نادي رادس فيختي